راك حاب تليفون بين 5 ملايين حتى 6 ملايين سنتيم ويوفر لك كلش، كاميرا شابة بطارية وكلش، هذا الفيديو ليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فشنات معكم فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو راح اقدم لكم افضل هواتف في الجزائر بسعر بين 5 ملايين حتى 6 ملايين سنتيم. هذه الهواتف راح يعجبوك كامل الناس، خاصة اخر هاتف في هذا الفيديو. فقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لنا جيم لهذا الفيديو باش نوصلوا كالعادة 3000 جيم. فانت ما خاسر والو وما راح تديرك والو من وقتك، فهبط لنا جيم وفطريقك ثاني اشترك في القناة، هذه حاجة مهمة بزاف 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 بزاف. وثاني تبارطاجي هذا الفيديو لكامل اصحابك، لان على بالي هذا الفيديو راح يفيدهم بزاف بزاف. ودروك نروحوا اول تليفون عندنا في هذا الفيديو. اول تليفون عندنا في هذا الفيديو وهو الريدمي نوت 11 برو 5G. الحاجه الاولى اللي عجبتني في هذا التليفون وهي الباتري تاعه اللي تجي بحجم 5000 ملي امبير واللي هي سعه ممتازه. حاجه شابة اكثر انه ياتي مع شاحن بسرعه 67 واط، نعم 67 واط، وما راح تلقى اكثر من 67 واط في هذه الفئه السعريه. اي التليفون راح يكمل معك نهار وبلق كاع نهار ونص اذا كان الاستعمال تاعك ماشي مكثف بزاف، وثاني راح يشحن معك في مده قصيره في حوالي 40 دقيقه هكاك من 0 حتى 100%. ثاني حاجه شابه في التليفون وهي الشاشه تاعه اللي نعتبرها شاشه متكامله اللي تجي بحجم 6.67 انش بدقه فول اتش دي بلس ومن نوع سوبر اموليد. حاجه شابه اكثر انها تاتي مع معدل تحديث 120 هرتز، اي حيعطيك سلاسه في التصفح وفي التنقل بين التطبيقات، حتى المحبي الالعاب 120 هرتز راح تساعدهم اكثر وراح تعجبهم ثاني. ويوصل سطوع الشاشه تاعه ل 1200 نت، اي الاستعمال تاعه برا تحت ضوء الشمس راح يكون جيد جدا وراح تشوف كلش باريحيه. وثاني هاد الشاشه تاتي بطبقه حمايه غوريلا جلاس 5، اي هاد الشاشه تاتي بالوان ممتازه سوبر اموليد، ثاني مع معدل تحديث مرتفع 120 هرتز وطبقة حماية قوية غوريلا جلاس 5. فشارك باكتر شاشة متكاملة. بالنسبة للكاميرات جي ثلاثية من الخلف رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل مع فلاش ليد يصور فيديو فول اتش دي حتى 30 فريم، اما الكاميرا الامامية تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل تصور فيديو فول اتش دي 30 فريم. حتى كاميرات في التليفون جيدة جدا، لكن العيب الوحيد اللي نشوفها فيها وهي تصوير الفيديو، لو كان دارولنا تصوير فيديو 4K لكانت حاجة شابة بزاف 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 بزاف. ودروك بالنسبة للمميزات اللي نشوفها في التليفون، اولا سعة البطارية سعة ممتازة وتكمل معك نهار اليز، ثاني سرعة الشحن سرعة شحن ممتازة، وثالثا الشاشة. بالنسبة لي هذا هما افضل مميزات تاع التليفون. ثاني تليفون عندنا في هذا الفيديو وهو سامسونج جالاكسي ام 52 5G. دقيقة درت النجم ولا مازال؟ على بالي بلي مازال، فما راك خاسر والو، ثاني ما راح تديلك والو من وقتك، فهبط تحت دي النجم باش نوصلوا هذا الفيديو 3000 لايك ولا 3000 نجم. ايوا 1 2 3 سي بون، ايا صحيت. من الاسباب اللي خلاتني نختار هذا التليفون وهي الشاشه تاعه اللي تجي بحجم 6.7 انش بدقه فول اتش دي بلس ومن نوع سوبر اموليد بلس. حاجه شابه انها تاتي مع معدل تحديث 120 هرتز، وثاني تاتي مع طبقه حمايه قويه واللي هي غوريلا جلاس 5. كما على بالنا شاشة سامسونج كي دايرين، فشاشة هاد التليفون متكاملة وما عندكش تزيد فوقها، فهذه هي واحد من أهم الأسباب اللي خلاتني نختار هاد التليفون. ثاني سبب وهي الكاميرات اللي تجي ثلاثية من الخلف رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل بزاوية عريضة، الثالثة تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل ماكرو. الحاجة الشابة أكثر واللي ما كايناش في ريدمي نوت 11 برو 5G وهي تصوير فيديو 4K، فنعم ام 52 5G يعطيك تصوير فيديو 4K 30 فريم. اما الكاميرا الاماميه تاتي بدقه 32 ميجا بيكسل، نعم 32 ميجا بيكسل، وحاجه شابه اكثر انها تصور فيديو 4K يعني 30 فريم. فالكاميرات في التليفون ممتازه. اما بالنسبه للمعالج اللي يجي مع معالج جيد جدا
واللي هو سناب دراجون 778 5G بطاقة تصنيع 6 نانومتر يأتي بسرعة أوكتا كور 2.4 جيجا هرتز، وهذا معالج جيد جدا للألعاب خاصة مع واجهة سامسونج الخفيفة والسلسة راح يعطيك أداء جيد جدا. فبالنسبة للمميزة اللي نشوفها في التليفون كما قلت لكم، أولا الشاشة، شاشة متكاملة، ثانيا الكاميرات وخاصة تصوير فيديو وحتى كاميرا السيلفي جيدة جدا وممتازة، أخيرا المعالج. هما بالنسبة لي مميزات تاع الامسيكون 2 5G. ودروك نروحو للتليفون اللي بعده. هذا الفيديو واللي بالنسبة لي ولا اللي نعتبره أفضل في هذه الفئة السعرية بدون أي منازع، واللي هو ريلمي جي تي ماستر. أول سبب وهي البطارية اللي يجي بحجم 4300 ميلي أمبير، وهي سعة مليحة وجيدة، لكن حاجة شاب أكثر أنها تأتي مع شاحن بسرعة 65 واط. نعم 65 واط، لحش حلك هذه البطارية اللي متعتبرش سعة ضخمة في مدة خارقة، أي التليفون راح يشحن معك من زيرو حتى 100% في جواية نص ساعة هكذا. ثاني سبب وهي الكاميرات اللي يجي مع ثلاثة كاميرات خلفية رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل تصور فيديو 4K 30 فريم، والكاميرات هي جيدة جدا في هذا التليفون. أما الكاميرا الأمامية ثاني ممتازة 130 ميجا بيكسل وتصور فيديو Full HD 30 فريم، فالناس اللي حبوا سيلفي ثاني هذا التليفون راح يعجبهم. أما المعالج اللي هو نفس معالج الامسيكون 2 5G واللي هو سناب دراجون 778 جي 5G بدقة تصنيع 6 نانومتر بسرعة 2.4 جيجا هرتز مع معالج رسوميات من نوع أدرينو 642 L، وهذا المعالج هو مع واجهة ريمي الخفيفة بزاف والسلسة حيعطيك أداء ممتاز في التنقل وفي التصفح، وحتى في الألعاب حيكون أداء تاعه ممتاز. بالنسبة للشاشة تأتي بحجم 6.43 إنش بدقة Full HD Plus ومن نوع Super AMOLED ومع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل 1000 نت. أي شاشة برا راح تشوفها آلس، تاني تشوفها بكل وضوح لأن السطوع تاعها مرتفع، فالشاشة هنا تاني جيدة جدا بالرغم أنهم ما دخلوناش نوع الحماية وإذا كانت موجودة أو لا. فبالنسبة لي كما قلت لكم هذا هو أفضل هاتف بين تليفونات ثلاثة اللي ذكرتهم لكم، أنا فيه بطارية ممتازة ومتكاملة، سعة تاعها مليحة وسرعة شحن ممتازة، وتاني الكاميرات جيدة جدا، تاني المعالج ممتاز للناس اللي حبوا ألعاب، والشاشة تاني جيدة جدا، وتاني كيفيه الواجهة تاع الريلمي الخفيفة والسلسة والبسيطة. تقريبا هذه هما كامل التليفونات اللي حدنا في هذا الفيديو. ففي الأخير هذه هما تليفونات ثلاثة اللي عدنا في هذا الفيديو اللي نعتبرهم هما الأفضل في هذه الفئة السعرية اللي هي بين 5 ملايين حتى 6 ملايين. فانتظر وقت شوف تحتاج واختار التليفون اللي يساعدك. إذا تحب الكاميرات بزاف عندك إما غالاكسي امسيكون 2 5G ولا جي تي ماستر، وإذا تحب السيلفي تاني بزاف امسيكون 2 5G هو الأفضل لك. إذا تحب المعالج القوي ولا تحب الألعاب جي تي ماستر امسيكون 2 5G، وإذا تحب البطارية اللي تقعد معك مدة طويلة وتشحن بسرعة ريدمي نوت 11 5G هو الأفضل لك. فشوف انت اش تحتاج واختار تليفون اللي يساعدك. تاني اذا كان تليفون واحد اخر مليح في هذه الفئه السعريه وما ذكرتهاش قولوا لي تحت في التعليقات باش نستفادوا كامل. ودروك قال غير نقول لكم شكرا على المشاهده، وما تنساوش جمع الفيديو اشتركوا في القناه وبارطاجوا الفيديو لكامل اصحابكم. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.